سلام يا احباب، اتمنى ان تكونوا على خير. هناك ثلاث نصائح يجب ان تستمعوها لكي تستفيدوا بشكل كبير من هذه الفيديوهات. اول نصيحة هي عندما نكون اي جملة حاول ان تكتبوا الجملة وتكتبوا حتى القواعد المرافقة لها التي اكتبها وحتى التي اقولها. وعند انتهاء الفيديو راجعوا تلك الجمل مع قواعدها ثلاث مرات على الاقل. النصيحة الثانية حاولوا ان تخصصوا 5 دقائق لكل مثلا جمل توجد في فيديو واحد مثلا، وبعد ساعات حاولوا ان تخصصوا كذلك 5 دقائق لجمل اخرى توجد في فيديو اخر بطبيعة الحال لحفظها وللتمرن عليها. ثالث نصيحة هي تمرنوا مرارا وتكرارا على النطق، لأن هذه القضية تنفعكم عندما تريدون التحدث مع شخص آخر. لا تتعثرون في الكلام ولا تقفون وتفكرون بشكل كبير ربما في ماذا ستقولونه، لأنه سيكون لسانكم تعود على الكلمات وبطبيعة الحال عقلكم كذلك تعود، وبهذا تجدون أنفسكم تسترسلون في الكلام دون الحاجة إلى التفكير بشكل كبير أو حتى في الخطأ في النطق لكي يفهمكم الآخرين. وحاولوا قدر الإمكان استعمال الكلمات التي تعلمتموها في حياتكم اليومية أو في المواقف التي تقع لكم في اليوم، أو حتى حاولوا أن تكونوا تلك الجمل عندما تتذكرون مثلا كلمة حاولوا أن تكونوها مثلا في جملة ولو حتى في عقولكم، المهم تتعودوا على تكوين الجمل. الآن نبدأ في فيديو اليوم. اخترت لكم اليوم فعل كريدري. كريدري هو يصدق أو يؤمن أو يعتقد. ومع أول الجمل كالعادة في زمن الحاضر البريزانتي نأخذ أول جملة. أول شيء سنأخذ الكلمات ونحاول أن نجمعها مع بعضها لتكوين الجملة. أول كلمة في الجملة الأولى نريد أن نقول بالطبع، تسمعونها كثيرا. بالطبع ماذا؟ ما هي بالطبع؟ certo certo bravo certo. هنا في verbo credere نريد أن نقول أنا أصدق. هنا verbo credere من المجموعة الثانية ينتهي ب ERE. ماذا نغير؟ كالعادة الفيديو السابق credo. جيد، نريد أن نقول بالطبع لا أصدق ذلك. بالطبع لا أصدق ذلك. قلنا ماذا؟ certo. أن رأيناها كثيرا في الجمل السابقة. كي أني لا non. ذلك هنا نعوضها بضمير الذي هو تشي. هنا هذه أول مرة نراها تشي. تشي لديها استعمالات كثيرة، وكما عهدت معكم أخبركم فقط بالقاعدة مثلا الموجودة أو ماذا تعوض مثلا في الجمل لكي لا أكثر عليكم المعلومات. بالطبع سوف نرى في الفيديوهات القادمة استعمالاتها الأخرى. هنا تشي تعوض ذلك بمعنى أنها هنا ربما نريد مثلا أن نقول مثلا كريدين لا ماجية. هنا عوضت لا ماجية، عوضت مثلا اسم. في بعض الأحيان قد تعوض جملة، بعض الأحيان تستعمل مع أفعال. المهم لديها استعمالات كثيرة سنراها في الفيديوهات القادمة. هنا عوضت اسم، بعض المرات قلنا أنها تعوض مثلا مكان. المهم هنا عوضت اسم. شي هي ذلك؟ عوضت مثلا كما قلت لكم كريدين لا ماجية. هل تؤمن مثلا بالسحر؟ أنت تقول لا أؤمن بذلك، أنني لا أؤمن بالسحر. جيد، انتهينا من الجملة الأولى، ننتقل إلى الجملة الثانية. الكلمة في الجملة الثانية، الكلمة الأولى سرير، نريد أن نقول سرير. ما هو السرير بالإيطالية؟ سرير ليتو. برافو. نريد أن نقول سأذهب. فيربو أنداري رأيناه في فيديو سابق. سأذهب في المستقبل. ماذا أقول؟ أنا أذهب. رأيت لا عذر لديك إن كنت تراجع الفيديوهات. ماذا نقول؟ أندرو. جيد، أندرو. نريد أن نقول أعتقد أنني سوف أذهب إلى السرير، أي أنني سأذهب لأنام. ماذا نقول؟ أعتقد رأيناها في الجملة الأولى. كريدو أنني كذلك رأيناها. ما هي؟ كي. جيد. سأذهب ماذا؟ أندرو إلى كذلك رأيناه في جمل كثيرة. إلى ماذا نقول؟ جيد. إلى السرير. كريدو كاندرو أليتو. أعتقد أنني سأذهب إلى السرير. الجملة الثالثة، من يعرف منكم الحقيقة؟ ماذا تعني الحقيقة؟ الفيرو كذلك تعني حقيقة. الكلمة الثانية نريد أن نقول وهي فعل، نريد أن نقول مثلا أنه هو يقول. هذا الفعل لم نراه بعد، هو من المجموعة الثالثة وهو فعل غير اعتيادي. المهم أننا نقول ديكا هو يقول. إذن الجملة نريد أن نقول أعتقد أنه هو يقول الحقيقة. ماذا نكتب؟ أعتقد كريدو أنني كذلك كي. جيد، يقول
ديك الحقيقة معرفة تعريف للمذكر رأينا في فيديو 7 الفيرو الفيرو جيد كريدو كي ديك الفيرو كريدو كي ديك الفيرو أعتقد أنه يقول الحقيقة. لو لاحظتم أو ستلاحظون أكثر بأنني في هذه الجمل الجديدة حاولت أن أركب لكم فعلين في جملة واحدة لأن هذا هو المعتاد في الغالب. أنا بدأت معكم بمستوى البسيط الجملة التي تتكون من فعل وضمير ومثل مفعول به. اليوم حاولت أن أدخل لكم فعلين في جملة واحدة وهذا جيد جدا لكم سيتطور به مستواكم مع الفيديوهات. المهم الجملة أن ننتقل إلى جمل الماضي القريب passato prossimo ومع أول جملة نريد أن نقول قلنا الحقيقة ماذا قلنا في الجملة السابقة هي لا فيريتا هنا قلنا الحقيقة فيريتا حقيقة فيريتا لا أحد من يعرف منكم ماذا تعني لا أحد لا أحد نسونو 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 لكن من يعرف ماذا تعني لكن رأيناها كذلك جيد هي ما أو نقول بيرو بيرو جيد نريد كذلك هنا لدينا فعل يقول سأقوله لكم لأنه فعل غير اعتيادي ونريد تصريفه في الباساتو بروسيمو نريد أن نقول أنه هو قال أنه هو قال سنقول هو أ ديتو أ ديتو لا فيريتا قلنا هنا فيريتا مؤنثة ما هو الضمير الذي يسبقه لنعرف الحقيقة مؤنثة في الأخير تنتهي بأ لا جيد لا لكن لكن ما أو بيرو ما لا أحد نسونو نسونو نقول أنه أحد صدقه لا أحد صدقه أكريدوتو أكريدوتو باساتو بروسيمو أكريدوتو رأيناها في الفيديو السابق تصريف جمل المجموعة الثانية في الباساتو بروسيمو يسبق الضمير يسبق الفعل المساعد هنا أ هو وفي الأخير نغير فقط غير أ ونعوضها بإي تيو أكريدوتو إذا الجملة هي قال الحقيقة لكن لم يصدقه أحد أديتو لا فيريتا ما نسونو لي أكريدوتو ننتقل إلى الجملة الثانية نريد أن نقول الاستيقاظ من يعرف منكم الاستيقاظ الاستيقاظ زفيلياري زفيلياري يستيقظ أو الاستيقاظ زفيلياري زفيلياري مبكرا كذلك رأيناها في فيديو سابق مبكرا ما هي متاني جيد بريستو 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 نريد أن نقول أنا قادر ما هو فعل قادر بوتيري بوتيري وبوتيري كذلك ممكن أن نستعمله كفيربو ريفليسيفي فيربو ريفليسيفي سنشرح الأفعال الإنعكاسية في فيديو قادم إن شاء الله المهم نقول نريد أن نقول قدرتي أنا عند الفعل الذي يعود على الشخص بذاته نريد أن ذلك الفعل أن يعود على الشخص هنا نريد قدرتي مثلا أنا سأقول بوتيرمي 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 Allora, نكون الجملة اعتقدت أنني قادر على الاستيقاظ مبكرا Allora, اعتقدت ماذا هذه في الماضي ماذا نقول أنا اعتقدت أكريدوتو جيد لي رأينا كذلك في فيديو سابقة لنقول لكذا لكذا ماذا نقول دي جيد دي قلت قدرتي أنا بوتيرمي بوتيرمي سفيليارسي الاستيقاظ مبكرا بريستا Ho creduto di potermi svegliare presto. Ho creduto di potermi svegliare presto. أريد أن أقول لن أصدقه مرة أخرى. لن أصدقه مرة أخرى أو أؤمن به مرة أخرى مثلا. قلنا مثلا له هو. رأينا في فيديوهات سابقة مثلا. تعود عليه هو مثلا. ماذا رأينا؟ رأينا أ زائد لوي هو له هو مثلا. أصدق فيه هو. علوي ماذا؟ نجمع ماذا تعطينا؟ لي جيد. إذا نقول لن فيه هو لن أصدقه مستقبلا لن أصدقه مستقبلا ماذا قلنا أنا أصدقه في المستقبل فيرب من المجموعة الثانية ماذا تنقول كريديرو كريديرو مرة أخرى ماذا يمكن أن نقول إن ألترا فولتا مثلا ولكن أكثر نريد أن نقول لن أصدقه مثلا أكثر أكثر هي بيو بيو نقول لي كريديرو بيو لن أصدقه مرة أخرى أو بعد الآن بعد الآن بيو لن أصدقه بعد الآن لن أصدقه أنا لن أصدقه بعد الآن نولي كريديرو بيو نولي كريديرو بيو نولي كريديرو بيو الجملة الثانية نريد أن نقول من يعرف الكاذب ماذا تعني الكاذب كاذب ماذا تعني بالإيطالية بوجارد 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 هو الكاذب من يعرف ماذا تعني دموع دموع
يا لاكريمي، دمها لاكريمي. ماذا يظهر لكم هنا في آخر لاكريمي؟ آه جيد، بمعنى أنها جيد جمع مؤنث، يعني أريد مفردها. ماذا تقولون في مفردها؟ حاولوا. لاكريما جيد، جيد جدا. مزيفة، ما هي مزيفة بالإيطالية؟ من يعرف منكم مزيفة؟ مزيفة فالسي، فالسي نقولها دبل فالسي. إذا نريد مثلا أن نقول دموع مزيفة هي فالسي لاكريمي، فالسي لاكريمي، فالسي لاكريمي. نريد أن نقول دموعه هو، دموعه هو المزيفة. ماذا نقول؟ هو ضمير ملكية هنا، ماذا نضع؟ هو، وليست بمفرد، جمع ومؤنثة. ماذا نقول؟ سوي، سوي. هنا بالنسبة للمفرد هي سو، هذه إذا كانت مذكر، وسوا إذا كانت مؤنث. هنا لاكريما مؤنثة، هي سوا لاكريما جمعها سوي لاكريمي، سوي لاكريمي. ألوغ سوي فالسي لاكريمي. نريد أن نقول بصيغة السؤال، هل تصدق ذلك الكاذب ودموعه الكاذبة؟ ودموعه الكاذبة. ألوغ هل ستصدق؟ ماذا ستصدق أنت؟ أنت في المستقبل البسيط، أنت ماذا قلنا في المستقبل؟ هي جيد، كريديري، كريديري. مثلا في الكاذب ماذا نقول؟ أول شيء نريد أن نعرف الكاذب. هنا بوجاردو، ماذا تلاحظون في الأخير؟ توجد أو. إذا ماذا يعني هذا؟ أنها مذكرة. إذا تعريف المذكر في المفرد ماذا نضع؟ إل، جيد. إل بوجاردو، إل بوجاردو. وماذا تعني؟ وماذا تعني؟ رأيناها كذلك كثيرا. أي، جيد، جيد. نريد كذلك أن نقول في، في هنا أ، أ هنا أ تلتقي مع لي، لي هي تعريف لي لاكريمي، لي لاكريم الدموع، لي لاكريمي. هنا، هنا جمع لي كذلك، هنا مفردها لا، لا لاكريما، لي لاكريم. تلاحظون، حاولوا أن تستوعبوا معي. إذا نريد أن نقول في دموعه الكاذبة، نجمع أ مع لي تصبح علي. كريديري على البوجاردو إلي سوي فالسي لاكريمي، كريديري على البوجاردو إي علي سوي فالسي لاكريمي. جيد، هل تصدق الكاذب ودموعه الكاذبة أو دموعه الزائفة؟ انتهينا. كما قلت لكم عند انتهاء من هذا الفيديو، حاولوا أن تكرروا ولو 3 مرات ما درستموه في هذا الفيديو لكي تترسخ عليكم لديكم المعلومات، وبطبيعة الحال تكون مجتمعة في ورقة واحدة، يسهل عليكم استيعابها بشكل أكبر. وكذلك لا تنسوا النصائح الأخرى إن أردتم أن تستفيدوا فيها. كالعادة، إن أعجبك الدرس حاول أن تدعمني بلايك، وبطبيعة الحال تشارك الدرس مع من يريد أن يستفيد كذلك، لك أجر في ذلك بطبيعة الحال، نشارك الأجر. وحاول أن تترك تعليقا أو ربما نصيحة لي أو ربما شيء تريد أن تراه في الفيديوهات القادمة. دمتم سالمين يا أصحاب.